عشنا دقائق مع ذاكرة مصر تستطيع، تذكرنا فيه ما قدمه العلماء وخبراء المؤتمر في دوراته السابقة من رؤى ومن أفكار ومن مشروعات ومن عمل. الآن يلقي المهندس شريف دوس كلمة باسم خبراء وعلماء مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، فليتفضل. مساء الخير عليكم جميعا، السادة الحضور، معالي الوزيرة الدكتورة نبيلة مكرم، معالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، وجميع السادة الوزراء والحضور. وفي الأول أحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استقبال مصر لهذه المؤتمر، وأحب أشكر معالي الوزيرة الدكتورة نبيلة على الفكرة العبقرية للمؤتمر. أنا عايز أنتهز النهاردة الفرصة أوصل مسج. أنا حاسس أنا فخور أن أنا هاجي وحققها، أن أقول يا أصدقائي اللي هم جايين يستثمروا النهاردة، المصريين في الخارج اللي جايين يستثمروا النهاردة، أنا بقول لكم لا استثمروا، مفيش ريسك. بتجربتي من خلال سنتين في مصر، أنا النهاردة كان في خطة للاستثمار، لا أنا النهاردة أقدر أقول لكم إن أنا استثمرت في مصر، عشت خطوات تنفيذ المشروع، وأقدر أقول النهاردة إن إحنا حققنا نجاح وتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في أقل من سنتين، في حوالي 18 شهر. ده إثبات كامل إن في، لو حتى في معوقات، لو حتى في تأخير، لا احنا نجحنا ان احنا ننفذ. احنا النهارده ما بنقولش خطه هنعمل مشروع، طب يا ترى انا واخد ريسك قد ايه، او هل ده مناخ مناسب للاستثمار في مصر. النتيجه بتثبت ان ده مناخ مناسب جدا، النتيجه بتثبت ان في تغيير في النظم والسيستم المصري، لان من بعد 18 شهر أقدر أنجح إن أنا أفتح أنفذ إنشائياً وتصاريح وبنية تحتية، وأقدر أفتح أوبريشن للمرحلة الأولى، ده نجاح بيتكلم عن نفسه. طيب أنا النهاردة برضو عايز أدي نبذة عن الشركة وعن نفسي. أنا المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة دريم برو جلوبال سمارت. جينا مصر من 3 سنين بعد غياب أو هجرة حوالي 27 سنة. نزلنا مصر وكان سببها سيادة الرئيس خلال زيارته للولايات المتحدة وتشجيعه للمستثمرين في مصر إن هم ينزلوا، ولازم نهتم إن احنا نحول الخبرة اللي احنا خدناها سواء في 25 سنة في 20 سنة نحولها لمصر ونستفاد منها. وطننا محتاج للنقلة دي، فاحنا بصراحة استعجبنا سريعا جدا لدعوة الرئيس، نزلنا نستثمر في مصر. كان لنا فكر مختلف عن الفكر التقليدي. كان المستشارين دايما يقولوا لي لا تنزل تستثمر في عاصمة الإدارية، تنزل تستثمر في الأحياء الجديدة. لا أنا ليا كان اتجاه مختلف، إن أنا أنزل أستثمر في الأقاليم المحافظات. كل ما كنت بعمل ريسيرش أكتر في المحافظات كنت بلاقي مفاجآت، زي أنا لما اخترت الدلتا إن أنا أبتدي فيها مشروعي، كان التعداد مفاجأة كبيرة جدا، إن أنا 42 مليون نسمة من شعب مصر عايشين في الدلتا. قررنا إن احنا ننزل ونستثمر في اللوجستية.
اللوجستيه والتجاريه. كان من اهم مميزات المشروع ان انا عندي لوجستيك بارك وكمان تجاريه خدمات. ده معناه ايه؟ ان انا بوفر فرص عمل في منطقه المواطنين محتاجين لمشروع زي ده. اقدر اوفر عدد كبير. احنا المشروع بتاعنا وفر 50 فرصه عمل. As we talk now, احنا حققنا 10,000 فرصه عمل في اقل من سنتين في 18 شهر. ده انا شايفه نجاح كبير. احنا كمان قدرنا ان احنا كان شعار الشركه والمشروع واتجاهنا ان احنا نستثمر في اللوجيستيك ان احنا نرتقي بالمعايير التجاره الداخليه. وده اتحقق. حضرتك هتشوفوا فيديو ونقدر نحس ان الستاندرد مختلف عن الناس كانت دايما بتشوفه في المحافظات. النهارده عندي مرحله اولى مول ميجا مول على مساحه 135,000 متر. عندي لوجيستكس ادويه باحدث التكنولوجي. مش بنقول ان احنا ده نموذج بس للمحافظات، لا، نموذج ان هو يتنفذ في جميع المحافظات وفي القاهره لانه مش موجود. طيب انا مش عايز اطول برضه، احنا ممكن اقعد فتره طويله جدا احكي عن المشروع، بس اللي يهمني ان انا اوضح للمستثمرين لا، النهارده مصر المناخ مناسب جدا، احتمال يكون في تاخير زائد. انا برضو لازم ابقى صريح واقول ان انا كان عندي مفاجاه في الانفا استراكشر بتاعت المشروع. كنت متوقع ان انا هستلم الارض البنيه التحتيه كامله. طبعا مشاريع يعني البنيه التحتيه للمشروع كانت محطات. احنا مش بنتكلم على وصله مواسير، لا، احنا بنبني محطه صرف ومية، محط كهرباء. فتفهمت الموقف. كانت دي مشكلة، لأن أنا كنت متوقع إن هي تكون متواجدة جوه الأرض. لما استلمنا الأرض حصل مفاجآت. الجميل إن دايما في أي بزنس ممكن يحصل مفاجآت. كانت مفاجأة بالنسبة لنا إن إحنا كنا بعيد شوية عن المناخ. البزنس في مصر التعامل مع الجهات الحكومية، لان كان الاكسبيرينس الوحيده عندي ان انا جيت نزلت قابلت معالي الوزير، لقيت سبورت غير طبيعي. قابلت رئيس الوزراء، رئيس الوزراء لقيت سبورت ممتاز. بس كان مفاجاه ان انا لما ابتديت اتعامل مع الجهات الحكوميه لقيت في تباطؤ، لقيت في مشكله. اتجهت ساعدتنا بصراحه الرقابه الاداريه، طرحنا المشكله، لقيت سرعه اداء غير طبيعيه. تولي الدكتور علي صلحي وزير التموين والتجاره الداخليه كان بيك سبورت. الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد الوزير ورئيس الجهاز اللي احنا متعاقدين معاه، كانوا يعني الجهات دي كلها تعاونت مع بعض. كان اكبر سبب ان احنا نقدر ان احنا نحل المشاكل ونحقق نجاح ان احنا نفتتح المرحله الاولى بعد 18 شهر. مجهود كبير اتعمل. انا متشكر لكل شخص ساعد في المشروع ده، وعشان كده انا حابب اقول لا، ما اطمن، انزل واستثمر. احنا هنا بنحقق نسبة ربح معقولة جدا، بس عندك فرصة انك تبقى فيها بعد اجتماعي، عندك فرصة ان انت تساعد البلد. انا فخور ان انا part of the system، فخور ان انا قدرت اعمل حاجة اساعد بيها بلدي. انا اكتر حاجة بتبسطني لما بروح الموقع وبلاقي 10,000 بيت مفتوح من مشروع جديد في الدلتا. ما كانش حد متوقع ان هو ينجح. لا، انا النهارده بقول لكل واحد استثمر،
النظم في دولة يعني الوضع اتغير في تغيير، كلنا شايفين التغيير في الانفراستراكشر. احنا عندنا مميزات جدا، لان ما بنقولش بس مجال الاستثمار ممتاز، لا ده لاسباب، بسبب من الاسباب الطرق الكباري اللي احنا كنا شايفينها كانت مشكله كبيره، ان احنا بنقابل استثمار ان احنا ما عندناش طاقه، لان النهارده كميه محطات الطاقه متواجده ومتعدده. المنبع عجيب، انا بريبيت ماي سيلف، معلش سامحوني، بس من قلبي فعلا بقول انزلوا واستثمروا، البلد محتاجاكم، وهتلاقي نسبه ربح وبزنس ممتازه. مش هطول برضو، قاعدين عليكم، وهسيب للفيديو يعني يوضح صوره ان احنا كنا فين. كنا من 18 شهر بنحتفل بوضع حجر الاساس، كنا بنقول بنبنيها. النهارده الفيديو بيتكلم عن نفسه، بان احنا بنقول لا احنا بنيناها، وهتشوفوا حضراتكم بنفسكم. مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا من وقائع مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية. هذا المؤتمر يقام تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وأيضا وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. هذا المؤتمر بيمتد على مدار يومين بالعديد من الجلسات، تناقش فرص الاستثمار في مصر، وأيضا تناقش العديد من تجارب النجاح التي تمت من قبل شركات عالمية. متابعة لفعاليات هذا المؤتمر بالتأكيد ستكون موجودة في خدماتنا الإخبارية. فاصل ونشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء.